العافية لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق، حلقة جديدة من برنامج مشاوير من داخل جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وهي تحتفي وتحتفل باستقبال طلابها الجدد. قد مضى على إنشاء الجامعة أكثر من 25 عاما، خطت فيه الجامعة خطوات متقدمة في سلم التميز داخل وخارج السودان، وذلك بشهادة المؤسسات العلمية والمهنية التي احترفت بشهاداتها وبتميز خريجيها الذين يحتلون مواقع متقدمة في شتى المواقع العملية والمهنية. والجامعة إذ تستقبل اليوم هؤلاء الطلاب فقد أكملت استعدادها لبداية الدراسة ووفرت كل متطلبات الدراسة من معدات ومقاعد دراسية وأجهزة وهيئة تدريس مؤهلة لتفي بمتطلبات الجودة في أعلى درجاتها بالمقاييس العالمية. وسياسة الجامعة ترمي ليس فقط إلى تقديم البرامج الأكاديمية المتميزة، وإنما أيضا إلى خلق بيئة اجتماعية تتيح للطالب والطالبة فرص تنمية الشخصية وصقل المواهب وتنمية الإبداعات، وذلك عن طريق النشاط اللاصفي المصاحب في مجالات الرياضة والموسيقى والثقافة والفنون التشكيلية والجمعيات الخيرية وخدمة المجتمع. والدعوة موجهة لكم الآن طلاب الجدد أن تلتحقوا بهذه المناشط وبهذه الجمعيات. كما توفر الجامعة خدمة الإرشاد الأكاديمي بالكليات، يرعى فيها الأساتذة أبنائه وبناته في كليات مختلفة لتذليل العقبات التي تواجه الطالب أو الطالبة في مسيرته الدراسية. كذلك توفر الجامعة خدمات الإرشاد النفسي عن طريق مختصين لتقديم الدعم النفسي لمن يحتاجونه من الطلاب والطالبات. والجامعة منفتحة عن العالم الخارجي، وتشجع أيضا مشاركات الطلاب في المنافسات الداخلية والخارجية والتبادل الطلابي مع مثيلاتها من جامعات العالم. كما أن الجامعة تدار عن طريق المؤسسية والشفافية، إذ تحكم علاقاتها مع الطلاب وأولياء أمورهم قوانين ولوائح توضح الحقوق والواجبات في كل ما يتعلق بحياة الطالب الأكاديمية والسلوكية في الجامعة. وهذه اللوائح مضمنة في موقع الجامعة الإلكتروني، يمكن الاطلاع عليها بتفاصيلها لمعرفة الواجبات والحقوق. السادة أعضاء مجلس أمناء، السيد الدكتور حافظ محمد علي حميدة رئيس الجامعة بالإنابة، السيدة الدكتورة سهام محمد علي سليمان أمين الشؤون العلمية، السيد الدكتور صلاح أحمد عباس وكيل الجامعة، السيد الدكتور أحمد بابكر عميد شؤون الطلاب، السادة عمداء الكليات ومدراء المعاهد، السادة أساتذة الجامعات، السادة العاملون بالجامعة، السادة الضيوف الكرام، السادة أولياء الأمور، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أقف أمامكم نيابة عن زملائي وزميلاتي في السنة الأولى وبمختلف التخصصات. إنه من دواعي شكري وتقديري لأسرة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا التي سخرت بسخاء كل إمكانياتها لاستقبال الطلاب الجدد. شكرا جزيلا. بالتأكيد قد مرت بنا جميعا كطلاب جدد لحظات صعبة لاتخاذ القرار المناسب في اختيار المؤسسة التعليمية لبدء مشوار الدراسة الجامعية. أما في حالة اختيارنا لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا فالأمر مختلف تماما، حيث تم حسم القرار لأول لحظة لسامع الجامعة التي تحظى بسمعة أكاديمية عالية محليا وإقليميا وعالميا بلا منازع، ألا وهي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. تقاس كل المؤسسات العلمية بأدائها، ولا يخفى على الداني والقاصي مكانة الجامعة بين المؤسسات التعليمية محليا وإقليميا وعالميا. في الختام أهنئ كل زملائي وزميلاتي بحصولهم على فرصة التعليم الجامعي في هذه الجامعة الرائدة، كما أهنئ كل أفراد أسرة الجامعة للمجهود المقدر لوضع الجامعة الأكاديمي حتى أصبحت منارة علمية يشار إليها بالبنان. At first, I find it overwhelming that my journey is coming to an end. I graduated around 2 weeks ago, and it was actually one of my dreams.
Honestly, I've always wanted to be a student of University of Medical Sciences and Technology, not only because it was known for its professional educational programs, but has also been always focused in helping students enhance their skills, making them able to deal with different challenges they are likely to face after graduation. There are two things that I really cherish about University of Medical Sciences and Technology. First, I like how, in one way or another, students have always cherished or had great passion for charity work, especially students of business administration, or as we say, NAS business. We're trying to get out of our ways to see the needs of all the people around us. Lending a helping hand in a community that needs it the most makes you feel the purpose and makes you value your situation. The second is how the university always encourages and motivates outstanding students by giving out scholarships, prizes, and more. Personally, this helped me view it as a challenge. I accepted the challenge, and now I'm a bachelor degree holder with full scholarship thanks to this university. جامعة العلوم الطبية كما تعلمون قد احتفلت بعيدها الفضي العام المنصرم، وهي بحمد الله تحقق النجاح تلو النجاح. واستطاعت الجامعة على استقرار الدراسة رغم ظروف وباء الكورونا، ورغم عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد، ورغم الاستهداف من بعض الجهات على هذه الجامعة، والذي تمثل في استرداد مستشفى الأكاديمي لوزارة الصحة، رغم أن الجامعة هي التي شيدت ذلك المستشفى بعد أن وجدته فقط أعمدة وزودته بكل الأجهزة الطبية، فذلك حرم الجامعة من مكان للتدريب، ولكن وبحمد الله استطاعت الجامعة أن تجد أماكن بديلة لتدريب طلابها، فهذا الاستهداف الجامعة كالذهب، الذهب يجلو ويزداد أرقا وبريقا بالنار، يزداد الذهب أرقا وبريقا. ونقول للذين يستهدفون هذا الصرح كناطح صخرة يوما ليوهنا، وما ضرها وأوهن قرب. هذه الجامعة تتميز بالتنوع، والتنوع هو مفخرة لهذه الجامعة، نحن نفخر بهذا التنوع. فطلابها يأتون من كل ربوع السودان، من شماله وغربه وشرقه، وكذلك أساتذتها، والأساتذة يمثلون كل الطيف السياسي، والمعيار الوحيد هو التميز الأكاديمي للأستاذ. طلاب الجامعة كما قلت يأتون من كل ربوع البلاد ومن الدول المجاورة، من نيجيريا ومن الصومال ومن غانا ومن بعض الدول العربية. ولا يفوتني في هذا المجال إلا أن أرحب بالأخ حكيم بوصار، the counselor and educational officer in the embassy of Nigeria. Welcome. هذا التنوع الذي تحدثت عنه يعطي الجامعة قوة، ويهيئ لأبنائنا الطلاب التعرف والتفاعل بثقافات وعادات متنوعة. فالتميز الأكاديمي ليس
كافيا وحده. الجامعة كما ذكر لكم الأخ عميد شؤون الطلاب دكتور أحمد بابيكر لا تولي اهتماما كبيرا بالنشاط اللاصفي في الموسيقى، ورأيتم الشباب الجميل الذي عزف لنا نشيد الجامعة وبعض الأغنيات الأخرى، واكتشفنا مواهب كثيرة جدا. بعض الطلاب لهم أصوات جميلة جدا، وتلقوا التدريب الصوتي على يد المشرف على النشاط الموسيقي. كما رأيتم الموسيقار التركي، وهنالك النشاط الرياضي بأنواعه المختلفة، سواء كان كرة السلة أو كرة القدم، وهنالك صالة رياضية في الجامعة نحن ندعي بأنها الأحسن والأفضل في البلاد قاطبة. لسه مكملين في مشوارنا، سعيدة جدا نكون في حضرة فريق أول دكتور صلاح أحمد عباس وكيل الجامعة. أهلا بك يا دكتور. مرحبا بكم قناة النيل الأزرق، دائما أنتم في مكان الحدث ومكان المكان اللي ينقل كل الأخبار السعيدة والمناسبات بالنسبة للجمهور الكريم. شكرا جزيلا على حضوركم وتغطيتكم. شكرا لك يا دكتور. يا ريت تكلمنا أكثر عن الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد اللي قمتوا به في الجامعة. طيب بالنسبة للطلاب الجدد، الحمد لله جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية بقيادة البروفيسور مأمون محمد علي حميدة ودكتور حافظ محمد علي حميدة ومجموعة من العمداء والعمال والموظفين، وكل واحد بيأدي مهامه بالصورة المطلوبة، والحمد لله وبدت تخطط لاستيعاب الطلاب، بدت البرامج تشتغل بواسطة الشؤون العلمية، وفي نفس الوقت بدت العملية بتاعت الاستعداد لاستقبال هؤلاء الطلاب الجدد. هذه الجامعة مسيرتها 25 عام الآن، تمت اليوبيل الفضي بتاعها، وعندها خبرة كبيرة جدا فيما يتعلق باستيعاب الطلاب واستقبال وتدريب وتعليم وتخرجهم، والآن تسخر كل المستشفيات على مستوى العالم، سواء كان في المستوى الإقليمي ولا كان في المستوى المحلي أو في المستوى العالمي. كل هذه المستشفيات، المرافق، سواء كان مرافق قانونية، مؤسسات قانونية أو مؤسسات بيزنس أو كل ما يتعلق بالمجالات الطبية الأخرى، دي كلها من خريجين هذه الجامعة. إذن جامعة عمرها 25 عام وبها خبرات من الأساتذة، سواء كانوا عمداء كليات أو أساتذة بيدرسوا، خبرات ما سهلة. هذه الجامعة بهذا الزخم الموجود من الأساتذة الحمد لله قادرة على أن تستقبل وتستوعب الأعداد المميزة من الطلاب، ما قاعدين ناخذ أقل من النسب اللي حددتها الجامعة، ونحن بنحدد نسب وبموجبها بيجونا آباء الطلبة من السودان ومن خارج السودان، والحمد لله شكلت اللجان عشان نصل لهذا اليوم في استقبال الطلاب يوم 5 كانت البداية. الآن الطلاب بيشرحوا لهم في كل ما يتعلق بالقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة، وفي نفس الوقت الشؤون العلمية بتشرح لهم فيما يتعلق بالمحاضرات، والغياب من المحاضرة معناه شنو؟ 15% من أي مادة يغيب الطالب بالبطاقة الإلكترونية طوالي بيعتبر راسي في هذه المادة،
والحمد لله يعني ترتيبات تمت، والآن تم استيعاب، تم الاحتفال بقدوم، وإن شاء الله من بكرة بتبدأ الدراسة مباشرة. طيب يا دكتور، الطلبة قبل ما بعد ما يتم استيعابهم في الجامعة هل بيخضعوا لاختبارات؟ أيوة، بمجرد ما تم القبول الآن كل الطلاب في تم قبولهم عملوا لهم معاينات، كل الكليات عملت المعاينات بتاعتها، وبعد المعاينات حولناهم إلى المستشفى يستبشرون التابع للجامعة، عملوا لهم الكشف الطبي كامل، وعملوا لهم التضعيم من الفيروس الكبدي، والآن اتصلنا بوزارة الصحة عشان تجيب لنا التضعيم بتاع الكورونا. الحمد لله نحن يعني حريصين جدا على تنفيذ السياسة الخاصة بمكافحة مرض الكورونا. الطلاب القدامى جبنا لهم، مشكورة وزارة الصحة جابت لنا الأمصال، أربع أنواع من الأمصال هنا، طعمنا الطلبة بتاعينا الما مطعمين، والآن الطلبة الجدد هنبدأ معهم بعد ما يخشوا إن شاء الله نبدأ عملية التطعيم. عندنا عملية بتاع التطهير، حتى الصيوان اللي كنتوا قاعدين فيه ده تم تطهيره الصبح بواسطة الوحدة الصحية الخاصة بالجامعة. الكمامات ملزمة، كل الطلاب استخدام الكمامات ودخوله عند دخوله للفصل. فالحمد لله يعني البداية كانت موفقة، ووجودكم كان له أثر كبير جدا في نقل هذا النشاط الجيد الذي تم اليوم. وطبعا مجهود مقدر بإذن الله، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا، وتوفيق لنا وليكم أنتم، لأنه أنتم يعني بذلتوا جهد كبير جدا للوصول إلى هذا المكان. ونحن برضو بهذه المناسبة لابد لي من أترحم على عدد من البروفيسورز والدكاترة اللي كانوا في الجامعة، على رأسهم بروفيسور حسن محمد أحمد، مدير رئيس الجامعة السابق الذي توفاه الله، وأيضا على رأسهم الدكتور كردمان عميد كلية الطب الأسبق، ودكتور مجموعة من الطب الدكاترة والبروفيسور في مجالات مختلفة غادروا ما حضروا معنا هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا قبول حسن، وأن يكون علمهم دعاء لهم ينتفع منه الناس إن شاء الله. ولسه مكملين في مشوارنا، سعيدة جدا نكون في حضرة دكتور حسن موسى عثمان نائب عميد شؤون الطلاب. أهلا بك يا دكتور. يا مرحبا، وشكر تيم قناة النيل الأزرق لزيارتنا وتغطية هذه الفعالية أو هذا المهرجان بالتحديد لاستقبال الطلاب الجدد. شكرا لكم، جزاكم الله خير، كتر خيركم. يا دكتور، كلمنا عن ما قامت به شؤون الطلاب لاستقبال الطلاب الجدد. شؤون الطلاب طبعا جهزت برنامج خاص للطلاب الجدد، وطبعا الطالب الجديد بيجي بيبدأ حياته الجامعية من اليوم، فنحن عشان كده جهزنا له برامج بالتحديد متنوعة عشان الطالب يبدأ الحياة الجامعية. طبعا بالنسبة للطالب والطالبة الحياة الجامعية هي نغلة نوعية في حياة الإنسان، طبعا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، الآن مرحلة الرشد. الآن الطلاب دخلوا مرحلة جديدة، فيجب أن يكون هنالك في توجيه لهم من شؤون الطلاب ومن الآباء، وأشكر الآباء والأمهات اللي شاركونا الليلة هذه الفعالية وحضروا معانا اليوم الجميل بالنسبة للطلاب والطالبات. شكرا لهم جزيلا، وإن شاء الله نتلاقى معهم كثير وكثير. أدن أيمن، بدرس تخدير في جامعة العلوم الطبية المستوى الثالث. مرحب بكم في جامعتنا، وإن شاء الله تكون استضافة جميلة. شادين، يا ريت تكلمينا أكثر عن الجامعة. طبعاً إحنا في جامعة العلوم الطبية عندنا كليات طبية وكليات هندسة وكليات هندسة إلكترونية، عندنا دراسات عليا، عندنا دبلوم، عندنا كل الكليات المتوفرة في الجامعة، يعني في كل النواحي. الجامعة من ناحية أكاديمية بتوفر لنا كل الدكاترة الكويسين شديد، ممتازين في تأدية واجبهم تجاه الطلاب. من ناحية ترفيهية الجامعة مهتمة جدا بالناحية الترفيهية للطلاب، عندنا
أندية، عندنا نشاطات بعد الساعة 3 عامة. بعد الساعة 3 بكون الطلاب قاعدين لأنه في أنشطة، عندنا كرة القدم للأولاد، عندنا الباسكت بول للبنات، عندنا السباحة، عندنا التجديف، عندنا كل الأنشطة. يعني كل زول ورغبته هو بيمشي بشوف. يعني مثلا أنا بحب الأرت، سو عندنا مكان للأرت، نحن نمشي نرسم وكده. يعني دي كل الأنشطة في الجامعة، وفي أكتر يعني من كده. طيب شادن، أنتي في المستوى الثالث، التغيير اللي حصل لك شنو في حياتك بعد التحاقك بالجامعة؟ التغيير اللي حصل لي إنه يعني بقينا بنفكر بوعي أكبر. يعني الجامعة بتفتح لنا مصادر وعي تانية. يعني نحن بنخش بيكون في مؤتمرات، بيكون في نشاطات كثيرة شديد، نحن بنكون يعني ما عارفينها لما نكون قاعدين في البيت. أول ما نيجي الجامعة بيكون في أنشطة كثيرة شديد، يعني بتفتح لنا حتى نوافذ برا السودان. نحن الجامعة عندها ارتباطات بعلاقات في جامعات برا السودان، في أوروبا وفي أمريكا، سو نحن بنقدر يعني نقدر نتعامل مع العالم الخارجي بطريقة أحسن. وبنكون في حاجات كثيرة أنت تكون ما عارفاها فبتجي بتعرفيها، ما من ناحية أكاديمية بس، من نواحي أكتر من كده. لسه مكملين مشوارنا من داخل جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وهي تحتفي وتحتفل باستقبال طلابها الجدد. سعيدة جدا أن يكون معي أحد أولياء أمور الطلاب. أهلا بك. مرحب بكم في جامعتكم العامرة. سلافة حسن محمد ياسين، محامي مستشار قانوني، والدة للطالبة نادية ياسر عبد الله، سنة أولى قانون. كيف تم اختياركم للجامعة؟ والله حقيقة هي اللي اختارت الجامعة، ما أنا مصرة عليها، كانت إصرار شديد رغم أنه في الوسط القانوني كل الزملاء كانوا مصرين أنها تمشي جامعات تانية، خصوصا أنه نحن خريجين النيلين في المجال القانوني، في الوسط القانوني ناس مميزين يعني في المجال العملي، فهي كانت مصرة إصرار شديد أنها تقرأ هنا بالضبط، واللغة بتاعتها كويسة. وأنا سعيدة جدا بأن هي اختارت الجامعة دي، لأنه لقيت أنه الوضع الأكاديمي مهيأ، وانه بتي حتكون ان شاء الله نابقه في المجال ده، وحتفوتنا انا ووالده برضه لانه زول قانوني برضه. فالجامعه مهيئه تماما، كل الاستاف الاكاديمي والاداري في الجامعه بيدي دفعه للطلاب ولاولياء الامور في انه يطلعوا اولادهم حاجه كويسه لقدام ان شاء الله. ولسه مكملين في مشوارنا من داخل جامعة العلوم الطبية، أسعد جدا أن أكون معي واحدة من طالبات الجامعة. أهلا بكِ. أهلا، أنا سعدية صديق، بقرأ تخدير في المستوى الثالث في جامعة مأمون حميدة. بتقرأي تخصص؟ بقرأ تخدير. طيب يا ريت تكلمينا عن البيئة الأكاديمية. طيب البيئة الأكاديمية هنا في الجامعة بيئة جميلة وبيئة كويسة جدا صراحة، متوفر لنا أي حاجة في أكاديميا إحنا محتاجينها كطلبة. الناحية برضو من الناحية اللاصفية، مثلا الناحية اللاصفية في الجامعة إحنا عندنا برامج قاعدين يقدموها لنا، عندنا حاجات ثقافية وعندنا رياضية. فمجتمع بتاع جامعتنا أو البيئة بتاع جامعتنا سواء أكاديمي أو لاصفي أو ترفيه، مجتمع متكامل جدا، حاجة جميلة جدا صراحة في جامعتنا. طيب ده الجانب الأكاديمي، الجانب النظري بتبدو من المستوى الكم؟ إحنا من المستوى الأول إحنا بنبدأ الجانب النظري، أما إذا قصدك أنت الجانب العملي والمستشفيات والحاجات دي، إحنا من سنة تانية طوالي مخولين إنه إحنا نطلع ونكون نمشي مستشفيات ونشوف بعيوننا. Thank you.
قناة النيل الأزرق انتهت حلقتنا من داخل كلية العلوم الطبية والتكنولوجيا لحد ما نتلاقى تاني في أمان الله.